ما بغيتش نطول عليكم الخوت، مسلمين ما عرفتش واش تسميكم خوتي، انتوما عدياني ما نقدرش نسميكم كاع مسلمين، انتوما تعادون ما احبه انا احب الحرية، انتوما تعدمون الحرية. العقل المفكر ديالك من الكتب السماوية، وأنا كنمشي مع العقول الأرضية، ما كنمشيش مع العقول السماوية. فعرائين وغدا رمضان ما العيد، كنهنيكم المسلمين وكنبهكم غزة ودوك الصواريخ كيسمع صاروخ كيسمع صاروخ كلهم طاعوا. شوف دابا العلم مع الخرافة، صيفطوا وحدين صواريخ اخرين دايرين نظام دفاعي، القبة الحديدية أسقطت 98 وقيلة في المية ديال الخزعبيلات ديالكم، وهذاك الصاروخ تيكتبوا فيه آية قرآنية اللي كيتوضأ وكيصليو عليه كاع قبل ما يصيفطوه. فعرفتوا راسكم راه ما كتسوا والو بالصلوات ديالكم والدعاء ديالكم، لأن العقل ما عندكمش، واللي حبس لك العقل هو داك الشيء الذي تؤمن به. أنت تؤمن بعقل سلبي، أنا ما كنقولش العقيدة شكل، ولكن العقل ديالك كله ولا عقيدة، ده راه مشكلة. أنت وليتي هو الحج، أنت وليتي هو الأزهر، أنت وليتي الإمام، أنت وليتي تخطيط. لا، كان عليك باش تضرب مع إسرائيل تخلي العقيدة بوحدها، ولكن تخلي الخدم العقل ديالك يخدم. وهذا الشيء كنقولها لخوتي المغاربة، خوتي المغاربة خليو العقول ديالكم تخدم، راه إلا غلبت عليك الذبيحة والصليخة والزانية والزاني وجهنم وعذاب القبر، فراه تبقى في الخرا. باش نجيك من الخرا، غتبقى في الخرا، ورا لا بليبار ديالكم عايشين في الخرا. كاع صحاب العقائد كيما بغا يكونوا، اللي كيحيد الحياة الدنيا وكي لا الآخرة الآخرة هي اللي كتحركك انت. الحياة الأخرى هي اللي كتسير الحياة الدنيا ديالك، الحياة الواقعية ديالك، زواج طلاق صفقات بيع وشراء سفر فيزات علوم مدارس. احنا ما عندنا حتى مدرسة كتقري العلوم فيها التربية الإسلامية، ضروري خص تكون التربية الإسلامية. أطيعوا الله والوالدين الجنة تحت أقدامي محمد السادس. ما عرفتوهاش يعني نورمالمون كاع إلا كنتو غاديين في ديك القضية غتوصلوا واحد الوقت تقولوا ماشي تحت أقدام الأمهات، لا، الجنة للعابدين الطائعين بعدا. إلا كنتي واقف لا جنة لك، خصك تكون عبد مبيوع. لهادوك يعني خصك تركع. فأنا كنتمنى أنكم غدا كاملين تركعوا عاوتاني، ركعوا كوزوا صاحب المجوع ديال والدين امكم كاملين اللي خلاكم في الحضيض. ايوا واش غندير لكم انا؟ واش غيديروا لكم الخوت؟ راه ما عندنا ما نديرو، تغلبنا غلبتونا يا الحوال. ف عندي ما ندير لكم. مره اخرى كنوجه النداء للناس اللي كتدافع على
الناس اللي كيعاديونا كيعاديو العقل التحرري، بلا ما نقول جمهوري ولا علماني، حيت العلمانية ما فهمتهاش، بان لك العلمانية هي غنشرب مع مي ونعس مع اختي، هادي هي العلمانية عندك. ف ما غنقول لكش هاد القضية، ما كاينش عندكم فكر اسلامي تحرري، ما كايناش. كاين كاع التيارات فيها اليسار، ما عندكمش نتوما في الاسلام ديالكم اليساريون، اشنو تاخذوهم لي الشيعة حوالا بحالكم؟ عليه هو اللي كيدور الكره الارضيه، عليه هو اللي كتخريونا، لا كتخريونا والله سيدنا. ملي كنسمع دوك الشيعانه ما كنقدر ندير الا نضحك، عالي نزل ويضرب الكره الارضيه بالكف ديالو، قال لها دوري، هي كانت حابسه قبل من علي، هذا علي هو اللي دورها. الحمير نتوما، والله الا حمير والله. راه هذوك الخرافات ديالكم نتوما ما كتصدقوهاش، وكتبغيو توكلوها ليا انا، وتوكلوها لهذا الشعب الغلبان المطحون، ما لقى معني الدابز هو، كنزيدوه حنا صراعات، دابز مع الدجاج غلا المطيشه، وكنزيدو انا عاوتاني عيالي، ونزيد ابو بكر النصارى وفلسطين، هادي تسعة. أنا كنقول كاع لدوك الناس اللي قال لي واحد الأخ ديالي منافقين، وهذا هو أحسن يعني ديسكريبسيون ديال المسلمين، انهم منافقون. كتنافق راسك اصاحبي، تصور ماشي كتنافق الناس، وليتو كتنافقوا راسكم، كتكذب على راسك، كتقول راسك غير صبر حتى الغدا، وانت عارف غدا ما كاين والو، كتقول له سامح على البارح، والبارح هو العذابات ديالك. اصبحتم منافقين درجة عليا لم تشهد البشرية. أنا شخصيا قريت شوية ديال التاريخ، وشفت النفاق، وش ما شفت النفاق ديالكم نتوما، اكسبسيون، وزد اكسبسيونيل في النفاق. فغدا العين عاوتاني نافقو، دافعك غير غندي الحسنات، جارك دين مو ما كتحملوه كثر، ومبارك عواشرك والله واو عنقو بوزو، انت كتكره، ايوه الكاره، ايوه المنافق الاسود، منافق اسود. فالمهم غير باش ما ننساش المفكرين، افكروا معنا عاوتاني في هذه القضيه، ما عرفناش ليها المخرجه، حنا كنحصلوا، كنتسناو ديما المفكرين يقولوا لنا شنو غنديروا في هاد الفتوى وهاد الواقعه، اذا وقعت الواقعات. انا ما كنعرفش، كنتسنى شي انسان مفكر قرا على الكتب ديال الفينيقيين وديال الاغريق وديال الانجليز، ويقول لي اش غندير دابا انا في هاد القضيه هادي. قولوا لنا حنا بغيتو تدفعونا، نحبو ناس، نحترمو ناس، نكرمو ناس، اللي كيكرمو هذاك اللي كيكرهنا. راه عندكم مشكل، ولا عندي انا مشكل، انا ما فهمتكمش وقيل، انا عندي مشكل، ما فهمتش كيفاش ندير بحالكم حتى انا نولي نكرم الكرماء اللي كيكرمو سيد البشرية محمد السادس، سيد البشرية. أنا ما عرفت كيفاش درتو ليها نتوما،
وفي العالم كتقولوا نتوما كتكرهوا هذاك سيد البشرية وهذا محمد المخنات، و او ميم طون كتدافعوا على ناس هذاك صحاب اللحي السوداء والزرقاء ودوك اللي وجهو بحال الكروفيت والقمرون، شنو بغي ما عرفش شنو تلفتونا اخواتنا، والله ما عرفناش دابا. انا حبست كاع الايمان، ما بقيتش نثق حتى حاجه تتجيبوا لنا تعطيونا توضيح. وريونا شكون اللي غنحبوا حنا، شكون اللي غنحتارموه دابا. الله يرحم والديكم، نكرهوا محمد السادس ولكن نحبوا الناس اللي كتحب محمد السادس، ياك هادشي اللي بغيتي تقول لي يعني. هادشي اللي فهمت انا، ففهمتوا المغاربه. يلا حبسوا الحب والكراهيه، دابا نحبسوا الحب والكراهيه حتى يقولوا لنا اصحاب العقول النيره اش خصنا نحبوا. فرائض الورود، الورود الوضوء، اش غنحبوا دابا؟ ما تحبوا حتى حد تيقولوها لكم هما، انتظروا الملحمه الاخرى. راه يقول لك حبوا هادو كرهوا هادو، وحنا نحن نطيع. يعني انت خويا المغربي وانا ما عندنا والو، انا خوشي باش ما عرفش شنو عندنا، الفرشي بالصلاح ما ديروا حتى شي حاجه. تيقولوا لكم هذوك الاخرين اش ديروا؟ الله يرحم والديكم، ها الا بغيتوا تدخلوا للجنه وتكونوا مرضيين للوالدين طائعين، ما تاخذ حتى قرار. اصحاب القرار راهم تيعرفوا، راهم اللي قارين، هما اللي عارفين. نتوما راكم ما عارفينش، انا بحالي بحالكم، حتى انا ما عارفش. فما ديروا حتى حاجه حتى يقولوا لنا هذوك الناس الله يرحم والديك واش نحب هذا ولا ندابز. لا يقول لك حبوا حبوا، نبدا هذا محمد السادس دابا قول نحبوه ولا نكرهوه. نحبوه واقيل شريف، ولا نكرهوه هو ونحبوا الناس اللي كيحبوه. ممكن حيت كاين اختلاف، تبدلت عيش الشخصيه، ما بقيناش كنهضروا على محمد السادس، كان شفيق العمراني وحاجيب وهذاك داك الفكرون ديال داك هذاك الفكرون فكرون ديال السويت بلا ما نقول لكم سميتو. فاحنا غنكرهوا الملك ولا غنحبوا هاد الناس؟ وغنحبوا هادوك الائمه اللي اللي كيخطبوا عنا وتيوريونا الجنه فين جات، وتيوريونا الا بغيتي تدخل الجنه اش خصك دير. وانا ما كنتش عارف هاد القضيه. ايوا تصوروا كما كانوش دوك الناس وما تدخلوش الجنه، هو تيوريك اش دير الا بغيتي تدخل الجنه. وانا ما كنتيش عارف هزك الماء مسكين. ف ديجا طيعوا هذاك خينا، بوسوا ليه يدو، جوجوه بناتكم، عطيه الارزاق ديالكم، بقاو بالجوع هو يفطر ياكل، لانه هو اللي وراك الطريق ديال الجنه. ما كاينش لوطوروت البيمو، هذوك الائمه هما في البيمو كيوقفوا بعرا خلص نوريك فين دوس. جي بي اس ديال المسلمين هما هاد العلماء ديال الدين. ف يلا نحييكم مره اخرى، ما كنتش بغيت نطول كاع معكم، درتها غير باش نضحك معكم. عيد مبارك للمسلمين، المسلمات، الكافرين، الكافرات، الجائعين، قلبتوا عليهم واش غدا عندو نيمات. كنتي كتقلب عليا في رمضان دين امك ما صايبش، ولكن غدا واش عندك ما تاكل؟ معيت ما عندوش، ولكن البارح كنتي حاضيه. يلا الحضية تسالات الحضية عندكم، تسالى مع شحال 29 30 ما عرف شنو. يلا يلا اوكي، يلا غدا فيقوا قلبوا في الدروبه، شكون اللي معيد وشكون اللي ما معيدش.
شكون اللي ولادو كيتسناو بعد ما البارح كنت كتقلب على بوه واش فاطر ولا صايم؟ يا الكلاب يا الكلاب، محمد زاليس، محمد زاليس نعلة الوطن، ماشي على محمد زاليس، على أتباع محمد زاليس. كون هاد محمد زاليس ديالكم ما كانش فيه الأتباع، فيكم فيكم نتوما يا الكلاب ما كانش يكون محمد السادس، وكان شعب. يحيى الشعب، يحيى تحيا الإرادة وحب الحرية عند كل مواطن اللي كيحب الحرية. اللي ما تيبغيش هذا الشيء كنقول لك يحيى محمد السادس، والدين امك والدين محمد السادس. يلا بونو، يلا سيروا ترقدوا، رقدوا 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 رقدوا. يلا شت على الشايسه، خصك تجيبوا لي الضحكه يا الخراق.